جماهير السوشيال ميديا قالت ايه؟ سالناهم كده عن لقاء الزمالك وسيراميكا، قلنا لهم توقعاتكم التشكيل الانسب لنادي الزمالك. نحاول ناخد سريعا كده. عبده ابو حسين انا اسف بيقول نفس التشكيل في مباراه البنك الاهلي، فقط يدخل المسلوسي بدل محمد طارق، محمد عبد الغني بدل حسام عبد المجيد، محمد عبد الرحيم. تحياتي ليك يا ادم، منور القناه، اشكرك. عبد الله الونش، عبد الغني، نيمار، رؤى، امام عاشور، بن شرقي، اوباما، وزيزو، وسيف الدين، راس حربة. كلام محترم يا محمد. في سهيلة، مساء الخير يا قضاء، انا من وجهة نظري التشكيل الامثل للزمالك عواد، الونش، عبد الغني، عبد الله جمعة، عبد الشافي، امام عاشور، ورؤى، سيف جعفر، وزيزو، وبن شرقي، وسيف الدين الجزيري. وده كان اخر حد معانا سهيلة، شكرا ليكم جدا. وفي اتنين في الاول كانوا ناسيين حراسة المرمى تقريبا. استاذ هاني نورتني وشرفتني ودايما بستمتع مع حضرتك. سعيد جدا ان انا كنت موجود معاك النهارده، وسعيد اكتر ان انا موجود في بيتنا نادي الزمالك. بتمنى لك التوفيق، وبتمنى للقناه في يعني في التجديدات الكتيره اللي بتحصل على مستوى البرامج، ان شاء الله موفقين. ان شاء الله.